السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن رؤية المشي في الماء، المشي في الماء والمشي أيضا على الماء. بالنسبة للمشي في الماء، إذا كان الماء جميلا صافيا وأنا شايف نفسي ماشي فيه، ماشي في الماء، يدل ذلك على الصحة الجيدة والسعادة الغامرة التي ستأتيني في الطريق بل وطول العمر، وتدل أيضا عن المثابرة وتحقيق الأهداف. يعني إيه مثابرة؟ يعني تدل على أن أنت إنسان قوي الشخصية، تتحمل المسؤولية، عندك هدف ومصر عليه، وإن شاء الله تبارك وتعالى هيتحقق لك هذا الهدف. ده بالنسبة للمشي في الماء الصافي. طب المشي في الماء العكر، شايف نفسي ماشي في مية غير نظيفة، تدل على كثرة الهموم وتدل على زيادة المشاكل والأحزان، وقيل أصدقاء سوء أنت تعرفهم بدلالة المشي في الماء العكر. يبقى أنا دلوقتي اتكلمت عن المشي في الماء الصافي، المشي في الماء العكر. طيب دلوقتي عايز اتكلم عن المشي على الماء، المشي على المية. لو شفت نفسي ماشي على المية، ان كنت من اهل الصلاح، من اهل الالتزام، من اهل التدين، يعني يعني انسان محترم، بتأدي الفروض، ما بتعملش مشاكل مع حد، انسان كويس، انسان محترم، لو شفت الرؤية دي زيادة في الاحترام، زيادة في التدين، زيادة في الصلاح، زيادة في التقوى. والعكس صحيح، كنت ممن لا يعرف ربه سبحانه وتعالى ولا يصلي، وكل مشكلة تلاقي موجود فيها، وإنسان سيء الخلق وإلى آخره، زيادة الذنوب والهموم والمشاكل التي ستقع على عاتقه والعياذ بالله. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.